حلقة النهاردة هكلمكم فيها عن موقع وأداة كبيرة هتساعدنا في الأيام اللي جاية. وليه في الأيام اللي جاية مش النهاردة يا ريان؟ علشان أنا محضر لكم مشروع محترم جدا جدا، مشروع كبير أول مرة يتنفذ في الوطن العربي. المشروع ده هشرحه لكم من الألف إلى الياء في القناة. وعلشان تقدر تربح من المشروع ده لازم تكون فاهم الفيديو اللي أنا بشرحه لك النهاردة. خلاصة القول أنا جاي أكلمك عن موقع من المواقع المميزة جدا جدا في موضوع الأدز، يعني الإعلانات، يعني تكسب فلوس من خلال الإعلانات. هكلمك النهاردة عن موقع من بدائل جوجل أدسنس، من أفضل البدائل اللي ممكن تشتغل عليها واللي بيقبل أي موقع سواء كان مخالف أو حتى شغال قانوني، يعني لو اختصار روابط، لو بث مباشر، لو رفع ملفات، لو أي حاجة وعايز تمونيتايز الموقع ده، يعني تحط عليه إعلانات وتكسب منه، يبقى أنت في المكان المناسب وهتشتغل وهتشوف الإثبات بعينيك النهاردة من خلال الفيديو ده. زائد هشرح لك أهم ميزة أنا شايفها في الموقع ده واللي هتساعدنا كتير في الأيام اللي جاية. فبعد إذنك لو أنت مهتم وعايز فعلا تتعرف على الموقع ده وتتعرف على الميزة والمشروع اللي هنعمله، يبقى كمل معايا الفيديو ده للآخر. الفيديو بسيط مش صعب خالص، هتفهم فيه كل حاجة باللغة البسيطة اللي تدخل دماغك إن شاء الله وتعشش جوه. بعد إذنك لو عايز تدعمنا وتدعم المحتوى اللي موجود قدام منك، تعمل لايك وتعمل كومنت وكمان تشترك في القناة. وكل الكلام ده أنا مش بفرضه عليك، ولكن ده فضلا وليس أمرا لو أنت حابب تدعم القناة. ونبدأ على بركة الله، يلا بينا. طب يا شباب مش هتكلم تاني في النظري، هبدأ أدخل مباشرة في الجزئية العملية وأقول لك إيه هو الموقع اللي أنا جاي أتكلم عليه وإيه هي الميزة وكمان إيه هو المشروع اللي إحنا هنشتغل عليه إن شاء الله في الأيام اللي جاية. هتلاقي لينك موجود في وصف الفيديو، هو لينك موقع أدستيرا. وركز معايا وما تقفلش الفيديو وتمشي، لان انا عارف ان الاغلبية العظمى فيكو واخدين فكرة مش كويسة عن موقع أدستيرا بسبب نوعية معينة من الاعلانات. ولكن موقع أدستيرا زي اي موقع تاني، في اعلانات تمام وفي اعلانات مش تمام زي جوجل ادسنس. احنا بقى ممكن نعمل بلوك للاعلانات اللي مش تمام ونشغل الاعلانات التمام بس عندنا في الموقع، وده اللي احنا هنشوفه مع بعضنا النهاردة. موقع أدستيرا من البدائل المحترمة لجوجل ادسنس، منصة تقدر من خلالها انك تعمل مونيتايز للمدونة بتاعتك، يعني تربح فلوس من خلال الاعلانات اللي هتكون موجودة عندك. وفي الوقت ده انت اسمك بابليشر، او لو انت عندك عرض افلييت، عرض سي بي اي، عرض ريفرال، ممكن تعمل اعلان داخل المنصه دي وتجيب تحويلات للعرض اللي انت شغال عليه، وانت كده اسمك ادفرتايزر وممكن تشتغل في الافلييت تبع الموقع ده او البرنامج ده وهتكلم عنه ان شاء الله دلوقتي. خلاص، جلوبال ادفرتايزنج اند سي بي اي افلييت نتورك ويز ا يونيك بارتنر كير ابروتش. طبعا دي منصه محترمه جدا جدا، فيها اكتر من بارتنر، فيها اكتر من طريقه، وفيها حاجات تانية كتير جدا جدا هتعرفوها لما تدخلوا وتتعرفوا على الموقع ده. خلاص، الموقع ده بقى له فتره كبيره شغال، من 2013 شغال، يعني تقريبا حوالي 11 سنه على ما اعتقد. يعني عندك 248 جيوس، يعني متوفر في 248 دوله، وعندك اكتر من 30,000 بارتنر موجود عندهم بيعمل اعلانات اللي هي بالتالي بتظهر ليك انت كبابليشر. خلاص، تحت شويه تاني عشان نفهم بس الدنيا ماشيه ازاي. الادفرتايزرز المعلنين، وعندك البابليشرز الناشرين، وعندك الافيليتس اللي هم الافيليت دي معروفه طبعا. خلاص، هنتكلم على موضوع البي اوت دلوقتي، لان انت ممكن تسحب فلوسك حد ادنى $5، والسحب هنا بسيط والشغل على الموقع نفسه كمان بسيط ونعرف دلوقتي. خلاص، عندنا هنا بقى الهاي كونفرتنج اد فورماتس، هنتعرف دلوقتي على انواع الاعلانات اللي موجوده في الموقع والاعلان اللي انا بقول لك هنعمل عنه مشروع كامل في الايام اللي جايه، فافهم وركز معايا. البوب اندر معروف، يعني عايز تشوف عنه ديمو، تشوف عنه شكل، تدوس كده على كلمه ديمو من هنا هيظهر لك الديمو بتاعه. تمام، عندنا السوشيال بار نفس النظام، حاجه بتجيب كونفرتنج كتير، يعني لو انت حطيته في الموقع عندك من المتوقع انك تجيب كونفرتس كتيره وتحصل على ارباح محترمه، لان ده اللي بيحول. خلاص، البوش ادز دي كده ممكن تكون اعلانات مزعجه شويه ولكن هي اللي شغاله، وعندك النيتف ادز برضو من الاعلانات النظيفه اللي ممكن تحطها في الموقع بتاعك وتجيب منها فلوس محترمه. عندك بقى اهم حاجه بالنسبه لي انا كريان، الا وهي الفيديو ادز. خلاص، الفيديو ادز المشروع اللي انا هتكلم عليه ان شاء الله في الايام اللي جايه هيبقى موقع شبه يوتيوب وموقع شبه تويتش بالملي، موقع خاص بمشاركه ونشر الفيديوهات. لو انت مش مقبول في جوجل ادسنس ممكن تشتغل بموقع أدستيرا باستخدام الفيديو ادس، ولو مقبول في ادسنس هتشتغل برضو على أدستيرا، لان انا هناخد الاعلان من موقع أدستيرا ونحطه فوق الفيديو.
يعني انت هتجيب فيديو من يوتيوب من اي حته تحطه في الموقع بتاعك، وعشان حد يفتح الفيديو ده لازم ان يعدي الاعلان اللي موجود فين من ادستيرا، ودي ميزه انا مش شايفها في مواقع تانية كتير، ولو موجوده في مواقع تانية تبقى مدفوعه، عشان تخش تاخد الميزه دي مدفوعه بفلوس اصلا. هنا بقى بشكل مجاني الفيديو ادز، واقرا اكتر عن الموضوع ده واتكلم عنه في وقته ان شاء الله. خلاص، وفي الاخر طبعا اللي هي البانرز، لو انت عايز تاخد بانر تحطه عندك في الموقع موجود برضو عندك هنا، ودي بقى باقي المميزات اللي موجوده في الموقع بالبارتنرز الى اخره من الحاجات التانية، بما فيها طبعا المدونه اللي بتكتب فيها مقالات محصره وممكن تقراها وتشوفها لو انت عندك وقت طبعا. خلاص، التسجيل هتدوس كده على كلمه ساين اب من هنا، ومن هنا كده يا باشا بتحدد انت ادفرتايزر ولا بابليشر ولا افيليت. طبعا احنا نشتغل في نظام البابليشر، احنا مش لا افيليت ولا ادفرتايزر. هدوس كده على جيت ستارتد من هنا، هيفتح لنا الصفحه دي، هنحط هنا كده الايميل بتاعنا، وهنا كده يا باشا هنحط اليوزر نيم الخاص بينا او الاسم بتاعنا، وهندوس كده على كلمه كونتينيو. هدخلنا على الصفحه دي، هحط هنا كده الايميل، هحط هنا كده الباسورد، واحط هنا السكاي بي، اختار يعني المعرف الخاص بالحساب اللي عندي سواء كان واتساب ولا فيسبوك ولا تليجرام ولا سكاي بي، وتحط هنا كده المعرف بتاعك وتشوز البريفيرد سيستم سواء كان هتدفع لك بيبال، ويب ماني، باكسيوم، بيتكوين، تيزر، اي ار سي 20 وتي ار سي 20 وبنك ترانسفير، اختار اللي يعجبك ودوس كده على كلمه كومبليت ريجستريشن. هيدخلك على الصفحه الثانيه اللي هي صفحه الحساب الخاص بيك. انا عندي اكونت جوه الموقع، هسجل دخوله اوريكم الاكونت من جوه بيبقى عامل ازاي. شايفين ده كده شكل الموقع من جوه، انا الحساب مش شغال عليه بقالي فتره، ولكن هو موجود فيه رصيد زي ما انتم شايفين، البالانس موجود فوق $124. لو عملت ريفرش كده هتفضل زي ما هي $124، كمان ريفرش $124. ده يدل على شيء، يدل على ان الموقع كويس وشغال، وزي ما انتم شايفين دي كده دومينات مفيش غير ده اللي موجود معايا، والاثنين دول انتهوا. فانا من زمان جدا جدا وانا كنت بستخدم الموقع اللي انت شايفه قدام منك ده، وهجرب معاكم دلوقتي ازاي نضيف موقع ايا كان الموقع ده، مجاني مدفوع وتشتغل عليه عادي جدا. طبعا دي مدونه عاديه موجوده عندي انا كنت عاملها من فتره. خلاص، هضيفها للموقع ونجرب مع بعضنا. ندوس كده على اد نيو ويب سايت، ومن هنا كده نحط الويب سايت بتاعنا اللي هو لينك الموقع بتاعنا، زي ما قلنا سواء كان الموقع ده مخالف ولا مش مخالف كله شغال على المنصه دي. هتختار من هنا الكاتيجوري، وركز معايا لازم تختار الكاتيجوري بشكل مفصل عشان الاعلانات اللي تظهر عندك تبقى تارجتد للكاتيجوري دي. خلاص، عندك هنا زي ما شايفين السوشيال، سيبك من دي وسيبك من دي وسيبك من دي، عندك اليو ار ال شورتنر، خلاص، وعندك السبورت ستريمينج يعني بث مباشر، عندك الكونفرترز خلاص، والفيديو هوستس اللي هو مواقع خاصه باستضافه الفيديوهات اللي هتكلم عنها ان شاء الله في المشروع بتاعنا، فايل هوست رفع ملفات، تورنتس، انمي داونلودز الى اخره. خلاص، حتى المواقع الصنابير ممكن تشتغل بيها هنا برضو ما عندكش مشكله، والبوكس اللي هي المدونات والى اخره من الحاجات التانيه. طبعا كل ده متاح عندك هنا، اختار كده كلمه بوكس مثلا على سبيل المثال. تمام، الافيلبل اد يونتس، انت عايز انهي اد يونت تشتغل عليها؟ احنا عندنا الفاست دي، ركزوا معايا، الفاست اللي هي الفيديو. خلاص، كلمه فاست دي تدل او يعني تنمي او تدي ايحاء ان دي تبع الفيديو. خلاص، فنختار من هنا كده الفاست، هنختار كمان الدايركت لينك لو انت عايز تعمل تشتغل في البوب اربيتراج، مش هتكلم عنه دلوقتي ان شاء الله طبعا غير لما افهمه وافهم الدنيا ماشيه ازاي، ولكن ده ممكن متاح برضه عندك هنا النيتف. وعندك انت طبعا في كل مره هتعمل نظام معين افيلبل اد يونتس. خلاص، فخلينا مثلا على سبيل المثال في الوحده الاعلانيه دي. تمام، هنا كده ريموف كامبين سواز، يعني ايه؟ يعني شيل لي الحملات الاعلانيه اللي فيها اعلان من نوعيه الايروتيك شيلها لي، الاليرت خليها ماشي، الجامبلنج شيلها، الادز والساوند ممكن تشيلها او تخليها، ده وده اباحي احنا مش محتاجينه. خلاص، ففي غنى عنه. انما عندك الادز والساوند يعني اعلانات بصوت ممكن تسيبها ممكن تشيلها، عندك الاليرت ادز اعلانات اللي هي الاشعارات اللي بتظهر برضه ممكن تسيبها ممكن تشيلها، السوفت وير ادز نفس النظام برضه، سوفت وير ادز ممكن تسيبها وممكن تشيلها براحتك، وتدوس كده على كلمه اد من هنا. خلاص، تستنى شويه، بيقول لك هنا جاتشيت، يبقى يور ويب سايت هاز بين سنت فور ابروفل، وي ويل سند يو ان ايميل وذين ات. طبعا الايميل هنا بيوصلك في خلال اقل من 24 ساعه، والكلام ده عن تجربه، يعني لو قدمت الموقع بتاعك بتراجع وفي اقل من 24 ساعه الموقع ده بيتقبل، لان هم اللي قايلين كده اصلا، يعني هم اللي قايلين اننا بنقبل اي موقع باي عدد زوار باي شكل باي دومين باي فكره. خلاص، فانت بتستنى اقل من 24 ساعه الموقع بتاعك بيتقبل، وبعد ما يتقبل بيظهر معاك ابروفد بالشكل ده. خلاص، لما يظهر معاك ابروفد طبعا بتدوس كده على اد كود. خلاص، وبتختار من هنا طبعا بتشيل الكلام ده، وبتختار من هنا النوع الاعلان اللي انت عايزه. طبعا انا حاطط الاعلانات دي في الموقع ده. خلاص،
فانت بتختار اعلانات تاني، يعني احجام تانية، اشكال تانية، ايا كان، وبتدوس كده على كلمة اد. من هنا بيظهر ليك الكود، وبتاخد الكود بتروح تحطه عندك في الموقع عادي جدا جدا. تخش كده على اللي اوت، تمام، وفي المكان اللي انت عايز تحط الاعلان ده فيه. مثلا على سبيل المثال خليني يا سيدي، تمام، تحت شوية، مثلا الادز بليسمنت ده مكان اعلان. دوس كده على ايديت من هنا، وحط لي كده الكود بتاع الاعلان من هنا، خلاص، ودوس كده على سيف واقفل، وروح هتلاقي الاعلان ظهر عندك في الموقع عادي جدا، ما عندكش ادنى مشكله. خلاص، دي بقى فكره اضافه الموقع، وتشوز اد فورمات ومانج ويب سايتس. خلصنا كده؟ خلصنا. طبعا ممكن تشوف الاستاتستكس الاحصائيات، ادخل تتكلم انجليزي، الاحصائيات من خلال الزرار ده. دوس كده على الزرار ده، يظهر لك الاحصائيات بتاع الموقع نفسه، تشوف عنه اكتر. موجوده برده عندك هنا الاستاتستكس، خلاص، لو انت عايز تشوف احصائيات على الموقع. دي الداشبورد من بره، خلاص، ودي يا باشا الدايركت لينك، لو انت عايز تاخد دايركت لينك تشتغل عليه زي ما قلنا علامات بره طبعا. خلاص، عندك هنا كده البيمنت، الدفع، خلاص، ركزوا معايا، البيبال اقل حاجه $100 انستانت، يعني فوريا بيدفع لك فوريا، وهتكلم على الحته اللي فوق دي بس ثواني بس. الويب ماني $5 اقل حاجه، الباكسيوم $5 اقل حاجه، الواير ترانسفير $1000 او 500 يورو اقل حاجه، البيتكوين $100 اقل حاجه، والتيزر $100 اقل حاجه. وانا بنصح تسحب فلوسك على عمله التيزر، التي اليو اس دي تي، الاي ار سي 20، خلاص، الاي ار سي 20 او التي ار سي 20. ليه؟ لان انت لما تحب تسحبه على فودافون كاش على سبيل المثال من خلال منصه باينانس، انت بتتحاسب الدولار على تقريبا 20 جنيه اللي هو اعلى من بيبال واعلى من كل الكلام ده. فلما تحب تسحب فلوسك اسحبها على عمله التيزر اللي هي التي ار سي، تي ار سي 20، خلاص، ده اللي هيفيدك في موضوع فرق العمله واسعار واحكام محترمه جدا جدا. فانت ممكن تسحب فلوسك فودافون كاش من خلال الموقع ده، اتصالات كاش من خلال الموقع ده، اورنج كاش من خلال الموقع ده، عادي جدا من خلال المنصه والمحفظه اللي فيها التيزر تي ار سي 20 او اي ار سي 20. خلاص، دي كده الميزه دي. تعال بس نفوش شويه ونفهم. بيقول لك هنا البيمنت ديت ار 1 2 اند 16 17، يعني ايه؟ يعني بتدفع لك يوم 1 و2 او يوم 16 و17 من كل شهر. يعني لو انت جبت الحد الادنى يوم 3 او 4 هيدفع لك يوم 16، لو جبت الحد الادنى يوم 25 26 هيدفع لك يوم 1 او 2 من الساعه 9 صباحا لحد الساعه 6 مساء، يعني طول اليوم. خلاص، if these dates fall on weekends or holidays، يعني لو الايام اللي هيدفع لك فيها صادفت الاجازات، خلاص، اللي هي الويكند والهوليديز، بتترحل للمده اللي بعديها، خلاص، nearest business day، يعني لو مثلا واحد واثنين ده كان يوم جمعه مثلا او يوم اثنين عندهم على ايا كان، يعني الاجازه هيترحل ليوم 16 و17. فلازم تفهم الحته دي عشان بس ما تتوهش منك. خلاص، تحت هنا فور اكزامبل، لو انت جبت المينيمم بي اوت اماونت يوم 8 في الشهر، ذا تو ويك هولد بيريود اندز اون 22، يعني هياخد اثنين، هياخد مده اسبوعين، خلاص، بيندنج، بعد كده هيتابروف وهيدفع لك في النكست بيريود اللي هي من يوم 1 و2. لو انت هنا جبت الحد الادنى يوم 17، هتعد اسبوعين من بعد 17 اللي هم التو ويك هولد بيريود، هتبدا معاك من يوم 1، يبقى هيدفع لك يوم 16 و17. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا، مش محتاج اي تعقيدات. خلاص، طبعا البروفايل من هنا تخش على البروفايل تعدله، وعندك السيتنجز الخاصه بيك والسبورت لو انت عايز تكلم اي حد خاص بالدعم جوه الموقع. ودي موقع زي ما قلنا منصه كويسه جدا جدا، والفري بيس اند بزنس بتفتح معاك، وفي اوقات ما بتفتحش معاك. وده كده يكون نهايه فيديو النهارده. زي ما قلت لكم احنا هنستخدم وهنشتغل على الفيديو ادز ان شاء الله في الكورس بتاعنا اللي هو موقع خاص بفيديو هوستنج، انتظروه بفارغ الصبر. كان معاكم محمد ريان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.